موجود عندنا يعني. نكمل بقى كلامنا مع حضراتكم. وصل الاستطار بالامس على منافسات موسم 2020-2021 في الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم. حسم مانشستر سيتي اللقب وتأهل مع مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي إلى دوري الأبطال، وكمان تأهل ليستر وويست هام إلى الدوري الأوروبي، وهبط كل من فولهام وويست بروميتش وشيفيلد إلى دوري الدرجة الأولى. طبعا مبروك لكل الناس اللي بتشجع مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. طب احنا لسه في الدوري بقى، ومن حصاد مباريات هنا الدوري الانجليزي كمان بيتم تتويج هداف الدوري. كان نفسنا نقول محمد صلاح، أيوة، لكن يعني هاري كين لاعب توتنهام هو اللي حصد اللقب، لقب هداف الدوري الانجليزي موسم هنا 2020-2021 متفوقا على محمد صلاح لاعب ليفربول، ورفع هاري كين هنا رصيده من الاهداف هذا الموسم في الدوري ل 23 هدف بتسجيله هدف فريقه امام ليستر سيتي في المباراه اللي فازوا بها 4-2. فشل او مش هنقول يعني لم يوفق الدولي المصري محمد صلاح في التسجيل امبارح في شباك كريستال بالاس في اللقاء اللي حسمه بقى ليفربول بهدفي ساديو ماني، ليستقر هنا عدد اهداف صلاح في الدوري عند 22 هدف تحديدا. وبالتالي بعد تتويج بقى كين بالحذاء الذهبي بتبقى دي المره الثالثه اللي بيفوز بيها باللقب، ونقدر نقول ان هو بيتعادل بقى او بيعادل رقم الهداف التاريخي للبطوله الان شيرر اللي سبق فاز باللقب في 3 مواسم متتاليه. وبينما هنا نقدر نقول توج بالحذاء الذهبي الهداف الفرنسي تيري هنري هداف أرسنال التاريخي كان 4 مرات، ويعني مرة تانية أكيد معلش هارد لك صلاح ومبروك لكين. وبرضو نرجع نقول ايه دي كرة القدم، يعني ما فيش حد بيفوز على طول، ما فيش فريق بيفوز على طول، ما فيش لاعب بيفوز على طول، هي دي الرياضة عامة. ولكن في ممكن نقول فريق دائم الفوز أو إلى حد ما بيفوز بنسب أكبر، يعني زي الأهلي طبعا، زي صلاح برضو، زي كريستيانو، دول من النماذج أو الرموز اللي نقدر نقول المكسب عندهم أو كفة الفوز عندهم أعلى بكتير من الخسارة. ولكن إن هم يبقى فوز بلا يعني أي خسارة ده ما بيحصلش يعني. ويبقى محمد صلاح مصدر رئيسي للبهجة عند كتير جدا معلش الموسم اللي جاي يعني، والعرب ملحوقة أبو صلاح إن شاء الله.